على طريق النور تمضي بنا القوافل مهما يطول الليل بهدينا نواصل أهم دعاة الخير كالنور كالمشاعل في الله دربنا في الله خطونا في الله دربنا في الله خطونا العزم والإقدام والحق دأبنا العزم والإقدام والحق دأبنا دعوتنا الحياة والدين شرعنا على طريق النور تمضي بنا القوافل مهما يطول الليل بهدينا نواصل أهم دعاة الخير كالنور كالمشاعل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، أهلا بكم أنتم يا عسكر الرايحين وزهر البساتين في أولى حلقات برنامجكم النور الذي جاء ومعه النور والسرور بإذن الله. هذا البرنامج الذي تمتد حلقاته ليمثل شعاعا ونورا وسموا وسناء في هذه الحلقة ومطلعها. يسعدنا أن أرحب هنا بصاحبي الفضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق الداعية الإسلامي المعروف. صاحب الفضيلة أهلا وسهلا بك. حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات ومرحبا بك، وأسأل الله يجعل لنا نورا من بين أيدينا ومن خلفنا وأن ينور صدوركم وقبوركم، اللهم آمين. آمين يا رب. أهلا وسهلا بشيخنا الكريم. الله. هذا البرنامج طبعا هو محراب للحديث عن النور وعن مناشط الخير والدعوة، وكذلك يشاركنا في هذا النجاح مكتب الدعوة بالروضة، وسيكون في ثنايا البرنامج حديث عن ذلك بإذن الله. مشاهدينا الكرام، ما قيمة الحياة إذا خلت من السعي المشكور؟ وما قيمة العمر إذا لم يملأ بالعمل المبرور؟ وما تغني الدنيا كل الدنيا بأيامها المعدودة وأعوامها المحدودة إذا لم يقدم المرء بين يديه أو يخلف من ورائه من الصالحات ما يشفع له عند مولاه إذا انتقل إليه؟ وإن من أعظم الصالحات وأرفع القربات بناء المساجد وتربية الساجد وتشييد بيوت الله وعمارتها، إذ أن للمسجد دورا أسنى ومحلا رفيعا في حياة المسلمين وحضارتهم المنبثقة من الوحي، فهو مصدر إشعاع علمي ومدرسة أخلاقية تربوية ومكان عبادة ومعراج إلى فضاءات الإيمان واليقين. فلقد خرج المسجد الجهابذة من العلماء والعقلاء الذين حفظوا الدين وذبوا عنه، وخرج للدنيا أهل العطاء والنقاء. ذلك أن المساجد مهد الإسلام وموئل الصالحين، منها انطلقت جحافل النور لتنير للعالم كله حالك الظلام. فالمسجد مدرسة شع منها هذا النور الذي جاء به عليه الصلاة والسلام وانتشر حتى بلغ أرجاء الكون. حديثنا اليوم عن خدمة بيوت الله والدعوة في هذه البيوت التي هي أطهر البقاع على هذه الأرض. صح فضيلة، أهلا وسهلا بك مرة أخرى. حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، سعيد بكم وبهذا الجمال الذي نعيش فيه ومعكم، وهذا الابتهاج أيضا الذي نشعر به ونحن نتحدث عن في حلقة هي الأولى في برنامج النور، ونتحدث عن مصدر إشعاع النور، ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. الله أكبر. وسيكون في ثنايا هذا الحديث حديث كذلك عن العطاء وعن ربع قرن من عطاء مكتب الدعوة بالروضة، مناشط تثلج الصدر وتشرح الخاطر. في البداية شيخنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقفل مهاجرا من مكة إلى المدينة، أول أمرين آخ بين المهاجرين والأنصار وبنى المسجد، ما دلالة ذلك؟ الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه.
أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وتحية أزفها إليكم من هذا المكان الجميل وبجواري الأخ الغالي، ونحن في هذا البرنامج الجميل الذي حقيقة أتمنى أن يرتفع الإيمان، وأن يكون كما نحن ونحن نفرح بإنجازات مكتب الروضة أن نعيش في روضة، وروضة المساجد إذا سجد فيها الساجد عرج روحه إلى السماء. ولذلك الله جل وعلا عندما فرض الصلاة رفع الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى تلك الملكوت الأعلى في السماوات بعد السماوات السبع، وهناك فرضت الصلاة حتى من سجد هنا في بيوته ترتقي تلك الروح وتعرج ليعيش سعادة. فإن المسجد أيها الأحباب مزرعة السعادة في هذه الدار، ومن ترك الخطى إليه تشتتت نفسه واستصحرت روحه وضاق صدره وضاعت بوصلة سعادته. ولذلك نحن نتحدث عن البقعة التي من تعلق قلبه بها أظل في عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. الحبيب عليه الصلاة والسلام عندما ذهب مهاجرا، قبل أن يصل إلى قبة، كان هناك عمار بن ياسر رضي الله عنه ابن سمية، هذا الرجل الذي علم بأن الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما يهاجر سيسأل عن المسجد، فابتدأ بفكرة إنشاء المسجد في قبة في بني سالم بن عوف ومن معهم، ثم ابتدأ ارتفاع المسجد، لأن قرة العين للحبيب صلى الله عليه وسلم أن يجد مسجدا ليس حوله مظاهر الشرك، أول مسجد هناك وارتفعت قواعده. فالحبيب انشرح صدره عندما رأى من الأنصار وهم يحتفون به، وقد هيئوا بقعة وارتفعت قواعد البيت هناك لله، رمز للتوحيد. ولذلك أحبابي، المسجد العمارة الحسية إذا اجتمعت مع العمارة المعنوية، معنى ذلك ليس البيت بيت الله بزخرفته ولا جداره، إنما هو التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هناك تسكب عبرات، وهناك فيه مناجات، وهناك قلوب معلقة بأعمدة المسجد، وهناك هموم تنتهي، وهناك أمراض تشفى، وهناك تعلق بالقلوب بعلام الغيوب سبحانه. ولذلك الحبيب كانت من أوائل المشاريع. ولذلك أحبابي، نحن في هذه الأزمان نشكر الله أن الجميع ولله الحمد في أي حي يبادرون في بناء المسجد. صحيح. نحن نتحدث اليوم ليس فقط في فضل البناء. الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما بنى المسجد وآخى، لأن من حكمة المسجد أن تجمع الإخوة. صحيح. وأن يجمع هؤلاء الذين من قبائل شتى، ومن من 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 لربما جنسيات شتى وأعراق شتى، يصطفون بين يدي الله جل وعلا كما تصف الملائكة وترص الملائكة عند ربها، وهم في خشوع يسمعون القرآن الذي إذ من استمعه خاشعا تنزلت عليه الرحمة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن هنا بنى الحبيب صلى الله عليه وسلم المسجد، ما بالغ في بنائه، ما جمل جدرانه بأجمل مما هو من الطين الذي كانت تبنى البيوت منه، لكن كان المسجد قبلة، وكان المسجد مدرسة، وكان المسجد تهوي إليه الأفئدة، وكان المسجد تصنع فيه حضارة الإسلام، ويشع فعلا من مسجد محمد صلى الله عليه وسلم النور الذي ما اكتفى أن يبقى في يثرب هناك ولا في طيبة، إنما شع في أركان الكون كلها. الله أكبر. إذن شيخنا، هذا المسجد ومكانته في الإسلام ودلالته أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به في الهجرة أنه بنى المسجد لتأوي إليه قلوب وأفئدة المؤمنين، هذا المسجد فماذا عن الساجد؟ لن نستطيع أن نصنع ساجدا مخبتا منيبا موحدا متجنبا طريق الشرك إلا في بيوت الله التي أمر الله أن ترفع. الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. حتى تصنع هذا الرجل والمصلي في المسجد يا شيخ ناصر، كل من صلى ولو كان في الصف الأول ابتدائي هو رجل. الله. لأن الذي يأتي إلى المسجد ويعلم أن النداء نداء الرحمن، الله أكبر، توحيد كبير في أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، ويأتي هذا الساجد يأتي ليسجد في المساجد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، توحيد، رمز للتوحيد، يضع الجبهة ويسبح العظيم، يسبح الأعلى، وفي الركوع يسبح العظيم. هذا الغذاء اليومي
الإيمان، هذه المقابلة اليومية، هذا الاتصال اليومي بالرحمن جل وعلا، هذه تصنع الساجدة لكي أيها الأحباب لكي يعبر من الدنيا إلى الآخرة عبر أجمل جسر يوصل، وهو جسر النور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور من نور، ولذلك النور يوم القيامة يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نور الإيمان. وهل يبقى من الإيمان ذرة أو بصيص أو يعني نور بسيط إذا كان الإنسان ترك الصلاة؟ الصلاة عهد، الصلاة ميثاق، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وإذا تركنا سنن الهدى فبات الإنسان يصلي بجوار سريره، هدمنا ركنا من السكينة في حياتنا. صحيح. ومن التواصل مع ربنا. أنا لا أبحث المسألة فقهيا، أقول صحيح. أنت بحاجة أيها الساجد إلى أن تذهب إلى المساجد وأن تسجد هناك مع إخوانك، فكم تنزلت في بيوت الله من رحمة، الله أكبر، وكم هديت قلوب، وكم دمعة يا أخي، من لن تدمع عينك وأنت تصلي وحدك، تسمع آية تنزل لو نزلت على الجبل لتصدع، فإذا قلوب المؤمنين ما أجمل. إذن نعم، بنيت المساجد لتصنع الإيمان في قلب الساجد، وليبقى الله واحد في قلب الساجد هذا فيعيش بعزة أهل الإيمان، ويلتفت حوله إذا أحبته إخوانه أهل العقيدة الذين يجتمعون في المسجد، وهذا المسجد يجمعهم. وإذا اجتمع الناس في المساجد كانوا في كل ميادن الحياة قلوبهم مرتصة كما اجتمعت أبدانهم وتجاورت. نعم. هنا نأتي الشيخ إلى محور آخر، أثر المسجد في الدعوة إلى الله. يعني كثير اليوم مع انتشار مثلا وسائل التقنية وسرعة رواجها قد يظن أنه يستغني عن كثير من الخير بحجة الوسائل التي يملكها، لكن وش رأيك شيخ نروح تقرير؟ رأيي نجيب بس مع أني اشتقت إلى كلامك، تفضل. والله أنا اللي أشتاق لك، عسى المصفى أنت يا شيخ. جزاك الله خير، الله يرفع مقامك. إذا شوف أنا وإياك والمشاهدين الغاليين تقرير عن رسالة المسجد، ثم نعود إليكم بإذن الله. على طريق النور تمضي بنا القوافل، مهما يطول الليل بهدينا نواصل، هم دعاة الخير كالنور كالمشاة. انطلاقا من أهمية المسجد في الإسلام وفي نشر الدعوة، حرص مكتب الدعوة بالروضة على خدمة بيوت الله وروادها بتوفير محتويات دعوية لرواد المساجد. أطلق مشروع رسالة المسجد في عام 1423 هجريا عبر قسم الدعوة بالمكتب الذي يعنى بتزويد الجوامع والمساجد بالمحتويات من بنرات وبوسترات وسيديات وكذلك فلاشات دعوية لشاشات المساجد. رؤية المشروع تفعيل المسجد دعويا بوسائل إعلانية وإعلامية مؤثرة، وأن نكون أصحاب الريادة في هذا المجال. وهدف المشروع العام تغطية مساجد وجوامع مدينة الرياض. محتويات المشروع هي بنرات دعوية وكذلك البوسترات الدعوية اللي هي اللوحة الورقية، الأقراص الدعوية كذلك، مطويات موسمية كذلك، في اللي هي الفلاشات الدعوية للوحات أو الشاشات المساجد، وهي عبارة عن 12 محتوى كل 20 ثانية يتغير المحتوى. كذلك في لوحات الإكرليك التذكيرية من لوحة آداب المسجد، دعاء الدخول والخروج من المسجد، كذلك أذكار الصباح والمساء، أذكار بعد الصلاة، رول أب ستاند، أذكار جدارية، أذكار بعد الصلاة تعلق في الجدار. ويوجد لدينا كذلك حامل للبنرات وحامل للسيديات وحامل للبوسترات ضمن محتويات رسالة المسجد. أنواع رسالة المسجد أو خيارات رسالة المسجد اللي هي التوصيل بدون توصيل وكذلك الاستبدال. فممكن نتكلم عن الاستبدال اللي هي الخدمة الذاتية عن طريق آلة الاستبدال الذاتي لكل مشترك رقم اشتراك. عندما يحضر للمكتب إلى الجهاز الاستبدال يقرأ الباركود، الكرت باركود برقم الاشتراك، ثم وضع البنر القديم على قارئ الباركود، ثم كذا بعد ذلك يتصفح البنرات أو يتصفح كتالوج البنرات، يختار البنر اللي يحتاجه، يرجع مرة ثانية
يدخل الباركود أو يجي البنر يوضعه على قارئ الباركود، ثم الجهاز يقول يضع مبلغ 10 ريال لكل بنر تم استبداله. فهذه هي الخدمة الذاتية لاستبدال البنرات. الأثر أثر عظيم من خلال الاتصالات التي نستقبلها في رسالة المسجد من المشتركين، كذلك استمرار المساجد في تجديد الاشتراكات من سنوات ماضية كثيرة، كذلك بنرات رسالة المسجد وصلت إلى خارج المملكة، وهذا أثر عظيم لبرنامج رسالة المسجد والمشروع مكتب الدعاء بالروضة. انتشار واسع داخل مدينة الرياض، تقريبا وصلنا الآن إلى 943 اشتراك. استفاد من المشروع أكثر من 1800 جهة، منها جهات حكومية، منها مدارس. هذا الأثر الذي لمسناه، فأسأل الله التوفيق والسداد. في جاليات الخير تواصل يدوم، في جاليات الخير تواصل يدوم، وخيمة الصديق وأفضل العلوم، وخيمة الصديق وأفضل العلوم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا التقرير الذي هو من هناك من مقر مكتب الدعوة بالروضة حيث المناشط الكبيرة، وهنا معي في الاستوديو صاحب الفضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق. صاحب الفضيلة أهلا وسهلا، حياكم الله، نورت الله يسعدك. شيخنا، شفنا التقرير، تعليقك على هذه الجهود. حقيقة أنا أقول إن الدعوة إلى الله باتت هندسة دقيقة لا يجيدها إلا العظماء من الرجال، وكذلك الهمم العالية الغالية التي تقود مكاتبنا التعاونية. جميل. مكتب الروضة حقيقة جعل خلفية مساجدنا وعند الخروج والدخول معارض دعوية متنقلة. صحيح. عبارات جميلة تقرأها فلربما تعيد حساباتك من هذه الفلاش الدعوي القوي، عبارات منتقاه وجميلة وإخراج وتصاميم رائعة. جميل. وأيضا ابتكار لتقانة جميلة جدا، وما أجمل أن يكون الدعوة تقنية. صحيح. وأن يكون التبديل أكثر من 1800 جهة استفادت. صحيح. من معارض، مزارس، دوائر حكومية، مساجد. صحيح. ثم أيضا التيسير، يعني لو أن الإنسان أراد أن يطبع بنر لتعب حقيقة في تصميمه وإنتاجه ويكلفه المئات. الأحبة قربوا الدعوة، ودائما أحبابي حتى الآن الإعلام والإعلان دراسة تسويقية. صحيح. فهم يسوقون الخير ويسوقون القيم ويسوقون الفضائل ويثرون مخزوننا الإيماني بهذا الابتكار الجميل لرسالة المسجد. ولذلك أحبابي، نعم، أنت سألت سؤال جميل يا شيخ ناصر، هي قضية أن الناس بات بعضهم يزهد في أجره الحضور لمجالس الذكر، يستثقل ويقول المشايخ عندي في الجوال، يعني ما يحتاج مقطع ويأتيني وانتهينا. وقديما إذا أردنا أن نرى سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز أو الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله أو الشيخ عبد الله بن جبرين، يعني نقطع الفيافي حتى نصل إليهم، والآن بات علمهم دان في لمسات على الشاشة وتأتي. لكن أقول أين أنت من حف الملائكة؟ نعم، وتكفير سواد المسلمين. وأين أنت من السكينة التي تتنزل على الحاضرين؟ نعم. أين أنت أيضا من تكثير المؤمنين وكذلك تشجيع المساجد التي تعيد رسالة المسجد من جديد؟ نعم. وتعيدها المدرسة، المسجد جامعة، المسجد جامعة وجامع، مدرسة ومعهد يتلقى فيه الفضائل. صحيح. والخير. ولذلك أنا أقول نعم، شكرا لمكتب الروضة، وروضة في المسجد، وروضة في حي الروضة، وروضة، وهذا المكتب حقيقة يعني ليس مثلي الذي يزكي مثل هذا الذي زكاه سماحة الإمام عبد العزيز بن باز. نعم. ومفتينا ومشايخنا، وهو أنشئ بموافقة الشيخ عبد العزيز بن باز، وهو أنشئ أيضا في أظن 13 للهجرة. نعم. بعد 400 والألف، وحقيقة له إبداع في تقديم البرامج الدعوية، لا يكتفون بنشر الخير فقط، إنما هم ينشرون الخير بتشويق رائع. ونحن جميل. الآن في زمن التحدي. صحيح. التحدي على لما على 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 ثواني، إما أن يأتي الداء المدعو معك أو يسلبه أحد سوى. ولذلك التقنية واستخدامها وعودة الناس إلى بيوت الله من جديد لعمارتها، لأننا نشكو أحبابي كثير من الضيق والمرض اللي نشعر به في ميادين الحياة، سببها ضعف اتصال الساجد بالمساجد. الله أكبر. وهنا ما يسمى بالذكاء في الأجر، يعني
كم من الناس شيخنا أنت نوهت على هذا لما يجي خارج من مسجد يجد مثل هذه البنرات التي يقوم عليها مكتب الدعوة بالروضة وهو فقط بعشرة ريال؟ يعني قد يكون الإنسان الذي ساهم بهذا المبلغ لا يدري كم من الآلاف المؤلفة التي مرت على المساجد وقرأت ينتفع الناس فتكون أنت ممن رفع الله درجاته وأنت لا تدري. ولذلك أنا كلام جميل، يعني قضية أن تدعم مناشط مكتب يسكنه الإبداع ويتمنى أن يتفوق ليعرض دين الله عرضا جميلا قشيبا رائعا مشوقا يجذب الساجد ويجذب كل أحد، بل إن هذه البنرات مثلا ترى تصور محملة لديهم، فقد تأتي صورة البنر هذا. أنا رأيت كثير من يقف عند البنرات يصور وينشر ويحدد وينشر. نعم. فكم لك أيها المؤمن، يعني هي 10 ريال الاستبدال. نعم. 10 ريال ليست السعر الحقيقي، هو سعر مدعوم، لكن كم من الذي يشترك في أجر 10 هذه أو البنر المعلق أو البروشور المعلق؟ هو كل من دعم هذه البرامج. لأحبابي المكاتب التي تحمل هم الدعوة، تحمل هم الدعوة وتريد تشوق الناس للدعوة، تحمل هما كبيرا، لأنها تصارع الشهوات كثر والشبهات كثر. وكون أنتقي وليس هذا البرنامج الوحيد، أنتقي داعية يلقي وبروشور يعلق. نعم صحيح. وتقريب الخير ومترجمات الكتب التي تترجم والقرآن المترجم وتقديم ذلك كله إلى الناس بأسلوب جميل يعني جاذب، جهد كبير. ولذلك أنا أدعو من أراد أن يزور مكتبهم. صحيح. فسيجد يا شيخ خلية عجيبة، أقسام عجيبة، يا أخي كل هؤلاء يهندسون الآخرة. صحيح. ويؤثثون القبور ويدعونك ويقولون انضم معنا، انضم مع الفريق المبارك الذي يدعو إلى الله جل وعلا على بصيره وأنت صامت، إنما هو مالك الذي جعلك تصطف مع الدعاة. نعم. وإحنا بإذن الله يعني في الحلقات القادمة سنذكر شيئا من هذه المناشط، لأن الأرقام كبيرة جدا وهي تتحدث عن نفسها، يعني مكتب الدعوة أرقامه ناطقات فتبين عن جهود بينات. شيخنا الجهود كبيرة والتقارير كذلك جميلة، خلينا نروح نشوف تقرير آخر عن هذا المكتب. مشاهدينا الكرام تقرير ثم نعود إليكم بإذن الله. على طريق النور تمضي بنا القوافل، مهما يطول الليل بهدينا نواصل، فهم دعاة الخير كالنور كالمشاعر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مكتب الدعوة بالروضة قد حمل على عاتقه رسالة عظيمة، وهي الدعوة إلى الله تعالى وتبليغ دين الله تعالى إلى الناس. وهذا يقتضي أن يكون هناك محتوى علمي ودعوي يناسب جميع ومختلف شرائح المجتمع لإيصاله إليهم لتحقيق هذه الرسالة العظيمة. ولأجل ذلك أنشئت شعبة بصائر، وهي الشعبة التي تعنى بإعداد المحتوى الدعوي. إعداد المادة العلمية إما أن يكون عبر اختيار لمواد موجودة وتنشر بكاملها كما في الكتب المطبوعة، وإما أن يكون باختصار أو جمع مواد متفرقة موجودة، وإما بإعداد وتجهيز محتوى كامل من قبل اللجنة. بعد ذلك تقوم لجنة بصائر بمراجعة المحتوى لغويا وإملائيا، ثم تشرف على التصميم وعلى الطباعة، وبعد ذلك الإشراف على التوزيع عبر المنافذ المختلفة للمكتب، سواء كان عن طريق رسالة المسجد، وذلك عبر إيصال المواد الدعوية والعلمية إلى المساجد المشتركة والمساجد أيضا غير المشتركة. وإذا تم إعداد المحتوى وتم الانتهاء منه كاملا، فإنه بعد ذلك يودع في موقع بصائر الذي يشتمل على جميع المواد العلمية والدعوية الخاصة بشعبة بصائر، ليستفيد منها كل من أراد أن يعيد نشرها أو طباعتها أو مشاركتها مع من يحب عبر الوسائل الاجتماعية المعروفة.
طريق النور تمضي بنا القوافل مهما يطول الليل بهدينا نواصل ها هم دعاة الخير كالنور كالمشاعر في الله دربنا في الله خطونا في الله دربنا في الله خطونا العزم والإقدام والحق دأبنا العزم والإقدام والحق دأبنا دعوتنا الحياة. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، كان هذا التقرير من مكتب الدعوة بالروضة، وكان حديث عن خط إنتاج البرامج الدعوية المقدمة عبر المساجد. شاهدنا هندسة فنية جميلة تدل على كفاءات عالية تتحدث هناك. أنتم مشاهدينا الكرام عبر وسم وقف النور بإمكانكم المشاركة، وسيطرح سؤال في نهاية الحلقة بإذن الله جائزة 1000 ريال مقدمة من مكتب الدعوة بالروضة. شروط المشاركة أن تضيفوا حساب مكتب الدعوة بالروضة على تويتر وكذلك حساب شبكة المجد ثم وقف النور، وسيطرح السؤال، تكون الإجابة عبر الوسم. إذن إضافة حساب مكتب الدعوة بالروضة وإضافة حساب شبكة المجد، وسيظهر معكم الهاشتاج وقف النور. أعود إلى شيخي هنا، شيخي الحبيب الشيخ سعد، هذا خط إنتاج البرامج الدعوية هناك، تعليقك على ما شاهدنا. كم من إنسان تمنى أن ينشر العلم، ولربما يأتينا رسائل في الجوال أنشر تؤجر، وهي أنشر تؤزر لأنها غير موثقة. صحيح، هذا قسم يوثق العلم الذي هو النور رائع، والذي يوصل الإنسان إلى البصيرة في دينه. مجموعة من طلبة العلم تفرغوا حتى يدققوا هذا المحتوى الجميل، وحتى ينشر للناس نور وعلم وعلى هدى. أقول هنيئا للمكتب بهذا الإبداع في هذا الركن من شعبة بصائر، وهنيئا لمن يدعم هذا العلم فيكون ممن نشر العلم. الله. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، البعض يظن أن العلم الذي ينتفع به أن يكون هو عالم. جميل أن تكون عالما أو أن تربي لنا عالم، لكن تستطيع أن تكون ممن نشر العلم وأنت صحيح. مع قافلة الدعاة السائرة إلى النور وبالنور، وذلك بمالك. فالكتاب يصدر، محتوى بروشور أو يسمونه ماذا، ترجمة بروشور هذيك يا شيخ، يعني أو ورقة مصورة ملونة جميلة، أو الذي يعلق اللي يسمى بنر، أو أي أمر، أو رسائل الجوال هذه، أو ترجمات الكتب. صحيح يا أخي، بحر من العلم زاخر تصطف مع هؤلاء الأخيار في بصائر، وتكون يا أخي من الدعاة إلى الله على بصيرة. جميل. ها، على بصيرة، لأن هؤلاء تفرغوا من طلبة العلم أن يخرجوا للناس العلم، والسقف رسمي والرؤية واضحة والرسالة رسالتك أنت. وما أجمل أحبابي أن نكون معهم حقيقة. أنا أقول شكرا لهم، لأن الإبداع الذي نراه ونحن ننشر العلم ونحن في ثقة. ترى صحيح. بعض الأحيان يأتيك حديث في جوالك، رسالة واتس أو غيره، أنشر، لو قيل أنه رواه الترمذي، رواه ابن حبان، قد لا تدري هل هو صحيح أم لا، قد يكون ضعيف. لكن يأتيك العلم مجهز لك، فيه يعني فيه دقة. نور وبصيرة، وتنشره وأنت في بيتك. ما أجمل أحبابي نرتص خلف هالأحبة اللي كل الكراتين طالعة من عندهم. ماشي. كتب تنشر وتوزع، والختم جميل، مكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الروضة، وهو حقيقة من أمتع وأجمل المكاتب. فأدعو الجميع حقيقة أن يكون مع بصائر واقفا بماله، حتى يكون أيضا معهم يوم القيامة في مقام الحسنات يا رب. وننوه للمشاهدين الكرام أنه أرقام وحسابات مكتب الدعوة بالروضة تظهر لكم تباعا عبر الشاشة لمن أراد التواصل معهم والمساهمة في هذا النور وفي هذا الخير. شيخي، هذه المناشط الكبيرة، وإحنا تكلمنا في البداية عن فضل المساجد في الإسلام، الآن لو أشرنا إلى شيء عن أثر الدعوة في المسجد، يعني الدعوة في كل الأماكن لها فضلها، لها أجرها، لها جمالها، لكن أثرها في المسجد. مكان صناعة العلماء في الأمة والدعاة بيوت الله. العلماء الذين نشر الله علمهم في أصقاب الأرض أو بقاع الأرض كلها، كانت أيها الأحباب سواري المساجد كانت جامعاتهم. الله.
الدعوة إلى الله نعم جميلة أن تكون في كل مكان، نعم، في المسجد، في العمل، في الطريق، في كل مكان، لكن المعهد الأول الذي يخرج لنا الدعاة الذين يستطيعون أن ينشروا الهدى في الطرقات وفي كل مكان وفي كل منصة وفي كل ميدان وعلى كل منبر بيت الله. ولذلك صحيح، بركة المساجد في علم من تعلم فيها ظاهرة، الله أنوار يتكلم بنور ويستحيل النور. ويستحيل أن يخرج الدنيا عالم ما دخل مسجدا، مستحيل أن يكون ذلك. لما؟ ولذلك سيكون شيخه كتابه. ولذلك نحن وأحبابي اللي تخرجنا من الجامعات جميعنا، صح، يا أخي تجد أن بركة العلم لربما فيها ضعف، حتى تذهب بخطاك إلى بيت الله تصلي ثم تجلس إلى عالم من العلماء وتثني الركبة عنده فتأخذ من سمته ومن علمه وينقح هذا اللخبطة الموجودة في الرؤوس، صحيح، وهذا التداخل الذي يكون، فتأتيك أنوار الوحيين ما أجملها في بيوت الله. المسجد يصنع الداعية، ويجب أن يبدأ. ولذلك أحبابي أنا أدعو جميعا، وشكرا لمكتب الروضة الذي حقيقة يذكرنا برسالة المسجد، لأن البعض منا لربما زهد يقول أخرجوا من المساجد إلى أين؟ نعم هناك وجبات دعوية تكون في ملتقيات، تكون في حدائق، تكون وهذه جميلة، لكن المنطلق من المسجد. ويجب أن لا نزهد ولا نزهد الناس في المسجد، لأن المسجد أيها الأحباب فيه بركة. أليس بيت الله؟ تكفي هذه ما الكلمة. البقعة التي ستخرجني من المسجد إليها وهي أبرك من ذاك المكان؟ صحيح، ما أدري، لن تجد. ثم إن الإنسان يجد سكينة، يجد روحانية. الجلوس في بيت الله دون كلام، الجلوس فقط للتفكر عبادة تحيي القلب، ويخلو الإنسان بربه وهو جالس في المسجد. فكيف إذا كان يستمع إلى موعظة، إذا كان يقرأ آية، إذا كان يقرأ تفسير، إذا كان يستمع. ولذلك أنا أقول نعم هي تصنع الدعاة وتصنع العباد، صحيح، الأتقياء. لأني قد أصلي وأنا جاهل في العلم أو جاهل في صلاتي، وكيف يرتفع جهلي؟ بعضهم يصلي 20-30 سنة، والحبيب صلى الله عليه وسلم كان المسجد مدرسة، صحيح، بل كان المسجد يتقاضون الناس فيه، بل كان مكان الشورى مكان لعلنا نذكره، أن المسجد في عهده صلى الله عليه وسلم كل شيء. نعم صحيح. وسأعود إلى شيء من هذا، نعم، شيخنا أستاذنك والمشاهدين الكرام، في فاصل نعود بعده إليكم بإذن الله. على طريق النور تمضي بنا القوافل، مهما يطول الليل بهدينا نواصل، فهم دعاة الخير كالنور كالمشاعر. أسعار العطور نار، بوابة العطور، جبنا لك زيوت العطور العالمية، حضرناها لك بأجود الخامات وأقل الأسعار. تقدر تشتري منتجاتنا من أكثر من 11 فرع بالمملكة. لا تنسى زر موقعنا الحين عشان تشوف أحدث العروض. جمهور خيال مثل الجبال زاد الطريق لو مهما طال، جمهور المجد جمهور فعال هذا الجميل ردوا بجمال. جمهورنا انت الاغلى في القمة دوم الاعلى، انت المجد منا وفينا مثل الغيث تهمي علينا، دايم معنا في كل مكان يتحدى معنا في كل زمان. بيننا وبينكم عشرة عمر لأنكم معانا على طول الطريق، وتقديرا لوفائكم راح نقدم لكم شهر مجانا عن كل سنة قضيتوها معنا عند تجديد اشتراكك في باقة 24 شهر ب 999 ريال. شكرا جمهور المجد. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة. الخير تواصل يدوم بجاليات، الخير تواصل يدوم وخيمة الصديق وأفضل العلوم، وخيمة الصديق وأفضل العلوم. ها هم دعاة. بس
السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل هنا مع صاحب الفضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق وبرنامج النور الذي بإذن الله نأمل أن يبعث النور والسرور، وحديثنا عن دور المسجد وكذلك عن مناشط مكتب الدعوة بالروضة، مناشط أرقام تتحدث عنها. صح فضيلة، أهلا وسهلا بك مرة أخرى. مرحبا. المسجد في عهده صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صلى الله وسلم. الناظر إلى المسجد في زمن العهد المدني بعد رحلة الهجرة، كما قلنا تجاوز قباء إلى أن وصل ثم ابتدأ ببناء المسجد، المسجد كل شيء، حتى أن النساء يعني أتينا إليه صلى الله عليه وسلم فخصص لهن بابا، صلى الله عليه وسلم، وقالوا غلبنا الرجال عليك، فخصص لهن بابا وخصص لهن وقتا ليعلمهن فيه، وكان دائما يجبر الخواطر صلى الله عليه وسلم، صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار، الله وسلم. ثم إن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان المسجد معهدا، مدرسة، منطلق الغزوات، كان أيضا الأسير لربما كثمامة ابن أثر، نعم، الحنفي، عندما ربط فيه حتى يرى اجتماع المؤمنين، الله أكبر، فلما رأى السجود والركوع والالتفاف وحضن الحبيب كأن بقلوبهم يحضنونه، والشوق إليه وهو يخطب، والدموع التي تنزل من تلك العيون خشوعا، كان سبب لإسلامه، بل كان صلى الله عليه وسلم يداوى الجرح فيه. سعد بن معاذ عندما أصيب في الخندق أمر الحبيب أن يضرب له قبة، ثم بعد ذلك أتته رفيدة كما في الحديث، نعم، وعالجته، وكان في المسجد، وكان أهل الصفة الفقراء المؤمنين فقراء المهاجرين 70، اللي له إزار ليس له رداء، والذي عليه رداء ليس عليه إزار، كان مكانهم، بل كان الحبيب يجالسهم، الحبيب يجالس المهاجرين، والله يأمره، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، الله أكبر، فلن تجد أفضل من صحبة أهل المسجد. نعم، ولذلك حتى في عهده كان القضاء، يقول كعب بن مالك أنه كان قد داين أحد الصحابة في مال، وكان يقسم ألا يطرح له وألا يتجاوز عنه، قال والحبيب يسمعه، لأن الحجرات قريبة من المسجد، صحيح، فكشف الحبيب السترة فقال يا كعب تجاوز عنه، فأشار إليه بالشطر أي بالنصف، قال فأفعل يا رسول الله، قال قم فقضه، أيضا كان القضاء فيه. المسجد أيها الأحباب ليس فقط للصلاة، المسجد أيها الأحباب تربية، مدرسة، الحي يجتمع فيه، يدرس أبناء المؤمنين، يدرسون القرآن، يجتمعون، ولذلك أنا أدعو أيها الأحباب حقيقة أن نعيد للمسجد دوره، ولذلك صح، تجد أن المسجد يعود دوره مع بعض الأئمة النشيطين، صحيح، الذين يحملون هم إخوانهم، يجتمع الحي، يلتقون، يناقشون قضايا التي، أما المسجد الذي إذا بعضهم إذا تأخرت بعد الصلاة تريد أن تذكر الله أخرجك عامله، ذكر الله برا في السرحة، ها، ويغلق الباب عنك. المسجد أحبابي جامعة وفيه الطمأنينة، والأمة بخير ما دامت تجتمع في صح مساجدها، صحيح، نعم، والأمة بخير ما دامت تتعلم في هذا المسجد. الحبيب صلى الله عليه وسلم جميع أيها الأحباب، جميع ما كان يعقده حتى جمعه للمال الفقراء الذين أتوا كما تعلمون جمع في المسجد، وكان يخطب ليس في الخطبة الجمعة، كلما حزبه أمر قام وخطب وأتوا إليه رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن في عهده صلى الله عليه وسلم المسجد هو قرة عين كل مؤمن، ولا يغيبون عنه 5 مرات، بل كان المسجد في عهده صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابيات يصلين فيه. وأنا أقول لأحبابي ترى جيد الإنسان أنها تصلي المرأة في اليوم فرض، مع أن بيتها خير لها، لكن أحيانا تسمع موعظة، نعم، تسمع حديث، تسمع قراءة، تحضر مرة الخطبة في الشهر مرة، مرتين الجمعة، وهذا أحبابي مندوب ولا حرج، تخرج الأسرة كلها يوم الجمعة، هي في قسم النساء وهو مع أبنائه في قسم الرجال، ثم يسمعون الخطبة ودعاء المسلمين، ولعلها تنزل الرحمة ويهتدون، وبعضنا لا يستطيع ينقل الرسالة الدعوية صحيح كما هي لابنه أو لزوجته، فلكن إذا اصطحبهم إلى المسجد كان الخطاب الدعوي يستمعون إليه. ولذا أحبابي نقول إن أردنا أن نتحدث عن المسجد في عهده صلى الله عليه وسلم، فسنقول إن المسجد جامعة ومعهد وجامعة يجتمع فيها أهل الإيمان، يتقوى فيه الإيمان، وتنطلق منه ينطلقون بعد ذلك أولئك الذين خرجوا وأخبتوا، ينطلقون في مسارب الحياة، يحبون بعض
الإيمان في قلوبهم، تعلوهم مهابة، عزة، اتفاق. ولذلك ما كان هناك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهد عمر، في عهد أبي بكر، ما وجد شاكيا يشتكي وهو القاضي. صحيح. ما وحتى أنه رد الرزق عليهم، قال أصحاب رسول الله: ولعل أحد أسباب البنيان المرصوص في المسجد هو الذي طهر تلك القلوب. الله أكبر. كيف شيخ نجعل من المسجد يعني أثره على الأسرة، أثره على الأبناء الأطفال الذين يذهبون في غدوة أو روحة إلى مسجد فينعكس ذلك ويعودون بإيمان كالجبال؟ مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. أمر المؤمن لأهل بيته الأطفال وكذا النساء لأن يخرجوا لبيوت الله، أحبابي، معنى ذلك أن تخرجهم إلى مدرسة. نحن نخرج أبناءنا إلى الدراسة الصباحية. نعم. والمدرسة فيها خير كثير. نعم صحيح. لكن لن تستطيع جميع مدارس الأرض أن تعطي روحانية مسجد واحد. صح. ولذلك في المسجد أيها الأحباب نخرج بالأسرة ويتأدب الإبن في طريقه، أدب المشي إلى المسجد. صحيح. كف العين وغض البصر، إزال إماطة الأذى، المشي بخشوع، أو يا بني آدم خذوا زينتكم فيلبسون أجمل الثياب. هنا الملحظ، بعضنا لو لبس ابن امرأة ثوبا جميلا للمسجد قالت هذا للمدرسة، البس ترنج الرياضي أو غيره أو جلابية النوم، وهذا خطأ، يجب أن نجملهم. صحيح. ندرس ثم نبكر ونقول هذا وقت الدعاء يا بني، نلحق الأبناء بالحلق، فيه درس من دروس المسجد نجتمع فيه، نلتقي حتى ولو كنت أنت أعلم من الإمام أو الذي يلقي. صحيح. بركة أنت أم تمكث، تحفكم الملائكة، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرهم الله في من عنده، في رواية أنهم قوموا مغفورا لكم. أي نعمة هذه؟ صحيح. والله يا أحبابي إذا فقد أبناؤنا، إذا فقد أبناؤنا الطريق إلى المسجد سيفقدون السعادة في الحياة والطمأنينة. ولذلك في كثر العين وإصابة العين وإصابة الوحشة والوسوسة والضجر وعدم استطاعة الأب قيادة الأبناء، ودائما إذا قدت الأبناء بالصلاة انقادوا في جميع مسارب الحياة. سبحان الله. ولن تخيب أسرة أبناؤها أبناء مساجد. نعم. شيخي راح نروح إلى تقرير مع المشاهدين الكرام. مشاهدين الكرام، هذا التقرير ذهب فيه الزميل الحبيب عبد الوهاب السلمي إلى هناك مع فريق العمل، إلى حيث مقر مكتب الروضة وأحد المساجد كذلك المستفيدة. نذهب إلى هناك. على طريق النور تمضي بنا القوافل، مهما يطول الليل بهدينا نواصل، أهم دعاة الخير كالنور كالمشاعر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، وتحية لناصر سي عبد الله وضيفي في الاستوديو. حياكم الله في هذه الزيارة الميدانية. نحن الآن في مكتب الدعوة بالروضة، هذا المكتب التابع لوزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات. طبعا سنتعرف في هذه الزيارة الميدانية عن دور هذا المكتب والدعوة في بيوت الله، مشاريع كثيرة ومشاريع عدة، وهو مشروع رسالة المسجد ومشروع هداية. طبعا كثيرا ما نرى الملصقات والبروشورات والأشياء الدعوية، طبعا الشاشات الدعوية في المساجد وخدمة بيوت الله من قبل مكتب الدعوة بالروضة. حتكون هذه الزيارة الميدانية في موقعين، في موقع مكتب الدعوة وكذلك سنزور مسجد مستفيد من هذا المشروع. حياكم وبياكم. دعاة الخير كالنور كالمشاعر. حياك الله علي. أهلا وسهلا. يا مرحبا. حياك الله. حدثنا عن دوركم ودور القسم. الله يحييك. طبعا قسم الدعوة والقسم المتخصص في الدعوة باللغة العربية، والقسم يهتم في غالبا في مناشط المساجد، أولا الكلمات والدروس والمحاضرات، كذلك المسابقات الدعوية داخل المساجد، المطبوعات، البوسترات، الستاندات، طبعا خلال شعب متعددة في القسم. وكذلك مشروع هداية اللي أنتم مشرفين عليه، حدثنا عنه. مشروع هداية هو مشروع جديد حقيقة على أهميته، لأنه مشروع جديد ومكتب الدعوة لله الحمد في الروضة سباق للمشاريع الجديدة ما شاء الله. مشروع هداية هو مشروع يتخصص في التعريف والدفاع عن آل الصحابة رضي الله عنهم وآل البيت رضي الله عليهم. طبعا هذه القضية مهمة جدا بحكم أن عقيدتهم سنة الجماعة هي أن الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح والمقصود بهم بالمقام الأول هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا المنطلق وتعزيز هذه القيمة عند الناس
ساهم المكتب في هذا إنشاء هذا المشروع ومتابعة مباشرة من وزارة الشؤون الإسلامية مشكورين من فرع الوزارة جزاهم الله خيرا واهتمام مباشر أيضا من الوزارة ومسؤولين من مختلف القطاعات لنشر هذه القيمة وتعزيزها. جهود مباركة ما شاء الله تبارك الله. إحنا طبعا نتعرف على هذا القسم ونشوف بعض الأشياء اللي قمتم فيها بمشروع هداية. نعم. تفضل. عرفني عليك. جزاك الله خير. وجهود مباركه ما شاء الله تبارك الله عليكم في قسم الدعوه وعساكم على القوه وفقكم ربي. احنا بننتقل لمسجد من المساجد المستفيده من قسم الدعوه وشكرا لكم وللزملاء. الله يحفظك. شكرا لكم في امان الله. مع السلامه خالد. يا امان الله يعطيك العافيه. شكرا لكم. مع السلامه. في امان الله. حياكم الله. على طريق النور تمضي بنا القوافل مهما يطول الليل بهدينا نواصل أهم دعاة الخير كالنور كالمشاعر. طبعا زي ما انتم شايفين مشاهدينا الكرام احنا الان في هذا المسجد وهو من المساجد المستفيده من مكتب الدعوه بالروضه وبالتحديد من قسم الدعوه في خدمه بيوت الرحمن. في زي ما انتم شايفين الان المنتشر حول المسجد من رول اب ومطبوعات وشاشات وكثير من الاشياء اللي طبعا هي تغرس العقيده الصحيحه وكريم الاخلاق في نفوس الناس واصلاح المجتمع وكثير من طبعا فيها نشر للدين الصحيح ومحاربه نشر الاحاديث الضعيفه والباطله ومحاربه الفتن وخصوصا ما انتشر منها. الان اللقطات اللي تشوفونها قدامكم في هذه الزيارة الميدانية تشوفون الرول أب المنتشر وكذلك الشاشات الموجودة اللي تتغير كل شهر تقريبا تتغير المادة الموجودة في هذه الشاشة. طبعا المطبوعات أغلبها هي بعضها متغير وبعضها دائم مثل المطبوعات اللي تشوفونها الآن أمام في مقدمة المسجد هذه الأذكار ما بعد الصلاة وهذه تعتبر من المطبوعات الدائمة. في مطبوعات متغيرة اللي عند الأبواب أبواب المسجد هذه الرول أب هذه متغيرة في أحاديث فيها نشر كذلك زي ما قلنا للعقيدة الصحيحة فيها كمان اللي قاعد يصير الآن في خدمة هذا المسجد هو سد حاجة الجوامع والمساجد والمصليات بالمحتوى الدعوي السليم والمتناسب مع ديننا وقيمنا وأنظمتنا ونشر الثقافة الدينية. كذلك بجوار الأبواب أبواب المسجد في كثير من المطبوعات اللي هو المطويات والبروشورات وكذلك الأقراص أقراص السي دي كل فترة يتم طبعا إضافة عدد من أقراص من السي دي وكذلك عدد من المطويات اللي بجوار الأبواب. هذا تقريبا مجمل ما تقدمه وما يقدمه مكتب الدعوة بالروضة للمساجد. كذلك هناك مشاريع كثيرة احنا يا جماعة الخير في الزيارة الميدانية هذه فقط رسالة مكتب الدعوة او ما يقدمه مكتب الدعوة بالروضة لخدمة بيوت الرحمن. انا اقول صراحة شكرا مكتب الدعوة انك شرفتني اني اتعرف على هذه الرسالة وهذا المشروع الذي تقومون به والشكر كذلك لكل القائمين على ذلك وإني أوصل هذه الرسالة للمشاهدين ليتعرفوا على هذا المشروع وهذا الجهد العظيم. كل الشكر والتقدير لكل القائمين في مكتب الدعوة بالروضة. تحياتي. الكلمة لك ناصر سي عبد الله. في جاليات الخير تواصل يدوم في جاليات الخير تواصل يدوم وخيمة الصديق وأفضل العلوم وخيمة الصديق وأفضل العلوم ها هم دعاء. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وشكرا للزميل عبد الوهاب السلمي على هذا الإمتاع والإشباع في هذه التغطية لتلك المناشط والحديث عما يقدمه هذا المكتب لبيوت الله عز وجل. أذكر فقط والآن سنطرح السؤال الإجابة تكون عبر وسم وقف النور ويكون بإضافة حساب شبكة المجد وكذلك حساب مكتب الدعوة بالروضة وإعادة تغريد التغريدة التي ستنزل الآن. السؤال هو في أي عام تم افتتاح مكتب الدعوة بالروضة؟ أعيد السؤال في أي عام تم افتتاح مكتب الدعوة بالروضة؟ الإجابة تكون عبر ذلك الوسم وسنعلن عن الفائز في الحلقة القادمة بإذن الله. جائزة 1000 ريال يهديها لكم مكتب الدعوة بالروضة. هذا المكتب الذي فقط أذكر رقما واحدا
والسؤال ظهر معنا وهو معكم الآن على الشاشة: في أي عام تم تأسيس مكتب الدعوة بالروضة؟ الإجابة عبر وسم وقف النور. الأرقام تتحدث عن هذا المكتب، لكن دعوني أقول أن الذين أسلموا منذ افتتاح المكتب إلى اليوم، يعني عن طريق مكتب الدعوة بالروضة، أكثر من 47,667، رقم مهول. فما نصيب عطائك في هذا الخير الكبير؟ لم يتبقى معنا من الوقت إلا القليل، أترك الكلمة لصاحب الفضيلة الشيخ. تفضل شيخ سعد. أنا حقيقة أنادي من هذا المكان، أنادي كل من يراني، أقول هذه النجاحات، هذا النور، هذه البصائر من مكتب الروضة، هذا الإبداع في تقديم الخير والدعوة إلى الله، ما يقارب من 20 مسلم جديد كل يوم يودعون النار إلى الجنة والظلمات إلى النور والضلال إلى الهدى. شارك، ساهم، فالمال مال الله وأنت عبد الله، واليوم تدعون لتنفقوا في سبيل الله. اضع سهما مع هؤلاء في وقف النور، وقف أيها الأحباب لربما نور لك الحياة وأضاء لك أيضا جنبات القبر، ولربما أتى نورا يسعى بين يديك يوم القيامة. اللهم أعطي منفقا خلفا. يا رب يا رب، رفع الله مقامكنا في ختام هذا اللقاء. أشكرك دائما شيخنا الجميل منور الشيخ سعد بن عتيق العتيق، أشكرك في ختام هذا اللقاء، وهذا الدرر التي نثرت في الحديث عن بوية الله، وهذه مناشط هذا المكتب التي نسأل الله عز وجل أن تجد طريقها إلى النور. شكرا لله ثم لكم، ونسأل الله أن نلتقي هنا ونحن نحتفي باكتمال الوقف. الله يبارك فيك شيخنا. إذن مشاهدينا الكرام، كان حديثنا عن هذا المكتب العظيم وجهوده، وإن من أعظم ما تبذل فيه الصدقات هي تلك الأموال التي يقدمها العبد بين يدي الله عز وجل في خدمة بوية الله تعالى، فالصدقة دليل على إيمان العبد، والصدقة برهان. وعندما يحشر الناس حفاة عراة تدنو منهم الشمس يلجمهم العرق، يكونون في ظل صدقتهم. الصدقة تطفئ غضب الرب، وهي سبب لنيل محبته عز وجل، وهي سبب لإطفاء الخطايا وتكفير الذنوب، وهي حجاب من النار، وهي سبب لدفع البلاء، فإن صاحب الصدقة لا يقع، وإن وقع وجد متكأ. قد هيئت لك المراقي فارتقي، ونثر لك الدر فانتقي، مناشط المكتب بين يديك، فماذا أنت صانع يا ابن الأكرمين؟ أنت لها والخير قادم بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يكتب لهذا المكتب الأثر الكبير والنجاح البالغ. ولقد كان حديث ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق ماتعا ممتعا في الحديث عن تلك المناشط ومآثرها. هذه سهام في الخير، وتلك أسهم في النبل والعطاء لهذا المكتب الذي من زاره رأى خيرا عظيما، وليس الخبر كالمعاينة. نلتقيكم الأسبوع القادم بإذن الله في مثل هذا التوقيت يوم الثلاثاء 9:35 بتوقيت مكة المكرمة، وسنعلن كذلك عن الفائز بإذن الله، وحديث كذلك عن مناشط أخرى وعن جوانب أخرى في الدعوة والخير والعطاء. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخيمة الصديق وأفضل العلوم، ها هم دعاة الخير في الأفق كالنجوم، على طريق النور تمضي بنا القوافل، مهما يطول الليل بهدينا نواصل، ها هم دعاة الخير كالنور كالمشاعل، بنصرة الشباب وعزمه الوثام، بنصرة الشباب الشباب وعزمه الوثام للطفل والنساء.